السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم عن زيت اللافندر. جميل جدا، وانا مجرباه عشان جربته ولقيته عمل معايا مفعول، قلت اتكلم معاكم عليه. تمام. بنستخدم زيت اللافندر في التخفيف من الألم في الصداع، وبصراحة حلو جدا لألام الظهر والمفاصل والعضلات عموما. تمام. بندلك مكان الالم، يعني احنا لو العظم بتاعنا وجعنا، يعني المفصل ده وجعنا، مفصل الايد، الركب، الظهر، بندهن منه، بناخد كميه كده صغيره على ايدينا ونقوم دهنين مكان الالم. تمام. وبصراحه مفيد جدا وبيبنك في حوالي، يعني ادهن مجرد دقيقتين بس تلاقي الوجع راح بصراحه من الجسم. وحلو جدا جدا برضو للجهاز التنفسي، المشاكل بتاعت الجهاز التنفسي كلها. تمام. ممكن كمان ندهن من عند الرقبة لو اللوز ملتهبة والحنجرة. تمام. كويس جدا جدا، يعني كأنك بصراحة بتحطي بنج على المكان المصاب. تمام. بندهنه وبنلاقي بعد دقيقة بالظبط او دقيقتين الألم راح. تمام. هتجربوه ان شاء الله وهتشوفه ان كان كويس ولا لا. وبيساعد كمان لو القلب تعبان، يعني لو حسيتي بألم في صدرك عند القلب كده، بتدهني منه بجزء من الزيت وتدلكي عند القلب، هتلاقي الزيت بصراحة هدى التنفس وهدى الوجع اللي في قلبك. تمام. وهنيجي برضك عند الجهاز التنفس، عند القولون. يا جماعة كلنا بنشكي من القولون، ممكن لو القولون وعندنا عسر هضم برضك ندهن منه عند المعدة وهنلاقي منه نتيجة حلوة جدا جدا. يعني بصراحة جربوه، حلو حلو قوي قوي قوي. انا قلت اتكلم معاكم عليه عشان بصراحة يعني جاب نتيجة معايا حلوة جدا، خصوصا في الام العظم. يعني بصراحة في الام العظم كان جميل جدا. هوريكم تدهنوا منه ازاي. اللافندر طبعا متوفر عند العطار. تمام. هنقوم فاتحين كده وهنقوم واخدين، يعني انا مثلا عظمي بيوجعني من هنا، هنقوم جايين باللافندر ونقوم ايه دهنين عند العظم. تمام. يعني كمية قليلة قوي عند العظم كده ونقوم دهنين. وكمان يا حبايبي لو في حبوب كمان على البشرة هو بيعالجها، يعني انا ما اقولكوش، يعني لازم تستعملوه عشان تعرفوا فوائده. حلو جدا جدا جدا، وبالذات للعظم يعني. وندفي لو في الركب ودهناه، ندفي ركبنا في 5 دقايق، هتلاقي رجليكم يعني بصراحة ما بتشكش من ألم ولا أي حاجة وبتروق، والعظم بتاع إيديكم برضك بيروق. يعني بصراحة زي السحر، حلو جدا. أنا قلت أتكلم معاكم عليه بالبلدي كده علشان أنا جربته أكتر حاجة في المفاصل وفي العظم. حلو جدا جدا لو دهنته بقى عضلة القلب بيه، زي السحر بصراحة، وبيخلي التنفس يشتغل تمام. وكونه معطر بعد الدش يا حبايب قلبي بنستعمله وندهن بيه جسمنا، بيعمل استرخاء جد للجسم كله. تمام. ومفيد قوي قوي وبيريح الأعصاب. وممكن يا حبايبي نستعمله بعد ما نعمل سويت. تمام. والجلد يكون أحمر، نقوم دهنين منه، بيخفف جدا الإحمرار بتاع الجلد، وبرده بيفيد الجلد وبيفيد الجسم كله. وحلو جدا، انا مش عارفه اقول ايه عليه بصراحه، هو ممتاز ممتاز، ولو جربتوه انتوا هتشكروني عليه. انا قلت كده عشان تجربه، انا جربته وهو حلو جدا. يا رب يكون الفيديو بسيط، ويا ريت لايك وشير وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.